بس خلي شوي يصعد البيت حتى اخذكم ان شاء الله جولة عليهن. كل شيء راح اعطيكم اياه هو وسعره وتفاصيله. نبلش وياكم هنا. شوفوا لي هاي الجنط مال اطفال، جنط اطفال مال عيد، شغلات كلش حلوه. شيء باعوا لي يده مالتها تجي كريستال، شيء كلش حلو ومرتب، وسعرها 3000 دينار فقط. بيها اللون الاحمر العفو الوردي وبيها اللون الابيض، متوفره بلونين. شوفوا لي شكلها، شوفوا الجمال مالتها. هاي باعوا تصير بالايد وتصير على الكتف، هاي وياها زنجيل تشكل على الكتف. سعر القطعه ب 3000 دينار، بيها اللون الوردي وطلع اللون الابيض همينه، وبيها اللون الابيض جوا الابيض. اخر شيء هي بها لون وردي وبها لون ابيض. هنا عندنا هاي القطاعه مال الخضار ومصفون جانب بنفس الوقت، اليوم توفرت من جديد. سعر القطعه ب 3000 دينار، سعر القطعه ب 3000 دينار. باعوا لي هاي شكل، هاي قطاعه مال الخضار متعدده. هنا عندنا الماسحه البخاخ، ماسحه بخاخ، سعر القطعه ب 6000 دينار. هاي الماسحه البخاخ باعوا لي اياها، سعر القطعه ب 6000 دينار. هنا عندنا فرشه نفرين الاصليه، هاي تجي لاستيك وكركش، متوفره بعده نقشات، سعر القطعه ب 10000 دينار. هاي نفرين وياها زوج جوه مخاد، بيها كلش هواي نقشات، هاي الاصليه سعرها ب 10000 دينار. شوفوا لي شكلها كلش حلو. هنا عندنا الصباره الناطقه، صباره ناطقه شكل جديد، شيء كلش حلو. هاي هم تردد الكلام وهم بداخلها اغاني، تشتغل على البطاريات، سعرها ب 5000 دينار. هنا عندنا سيت اصوان الزجاج بعدة نقشات، هذا السيت فيه قطعتين ب 1500 دينار، باعوا لي هاي النقشات مالته، سعر السيت قطعتين ب 1500 دينار. هنا عندنا الصبوره الذكيه، اليوم هم توفرت من جديد بكميه خير من الله، سعر القطعه ب 2000 دينار، اللي قاعد تنباع بخمسه وبسته يمنا ب 2000 دينار فقط، باعوا لي اياها. هاي الصبوره الذكيه شوفوا سعرها ب 2000 دينار فقط. هنا عندنا سيت اجداري جرانيت، هذا يجي ثلاث اجداري وتبسي قبق جام، شوفوا لي هاي شكله، هذا سعر السيت ب 14000 دينار. الرحلة الرسومات اليوم توفرت من جديد بعدة نقشات هي والسادة، سعر القطعة ب 5000 دينار وكميتهم خير من الله. هنا عندنا المشار ملابس العمودي، هذا المشار، مشار ملابس العمودي الثقيل، سعره ب 20000 دينار. هذا باعوا نفس الصورة يجي، سعره ب 20000 دينار. هنا عندنا القاعدة مال دبة غاز الذهبية، هاي الحديد الذهبي تجي طلاء ثابت، سعره ب 5000 دينار، هاي سعرها 5000 دينار. مفرش كاونتر، مفرش كاونتر مال الطبلات، كل شيء رهم متعدد بعدة الوان، هذا يجي جلد سعره ب 1000 دينار. سعر الروله ب 1000 دينار، الروله اعتقد مترتين. وعندنا هذا اللاصق الالمنيوم الذهبي، هذا يجي لاصق حراري الالمنيوم همينه مترتين، سعره ب 1000 دينار. هنا عندنا سيت جداري تيتانيوم الزيتي، هذا يجي الداخل مالته زيتي، يعني لا يتشلب بياكل ولا ابد، هذا يجي اربع جداري وياهن التبسي مالتن، سعر السيت ب 52000 دينار. هذا جداري تيتانيوم، هذا كله يجي الداخل مالته زيتي. هنا عندنا اللوكرات مكياج بها عدة أشكال، باعوا لي هذا اللوكر مكياج يصير حقيبة سدد لي اياه خلي يشوفوا لي اياه، باعوا هذا شكله بعدة أحجام وعدة أشكال، اكو على 10 واكو على 12000 دينار، باعوا لي هذا اني الكبار عندك على 12000 دينار، وذني الصغار على 10000 دينار، هن مو صغار شوية أقل من يمه يعني، بس شو فرق بالشكل، باعوا لي هذا بال 12 كلش حلو، نزل لي هذا خلي يشوفوا لي اياه، باعوا لي هذا بال 12 يجيك المدرج مالته، وكل واحد به عدة نقشات. هذا بال 12000 ترى حجمه كلش كبير، خلي لي ايدك عليه شبر لي اياه سده وشبر لي اياه، شوفوا لي الفرق عن الايد، حجمه كلش كبير، سعره ب 12000 دينار، وهذا الموديلات هنا سعرها 10000 دينار. هنا عندنا المقالم الذهبيه، باعوا لي مقالم ذهبيه متوفره بعده اشكال، سعر القطعه ب 3000 دينار، هاي المقالم كلها على 3000 دينار، مقالم ذهبيه. هنا عندنا سيت فلتر، سيت فلتر مال مي، هذا يجي الفلاتر مالته لثلاث قطع، هذا سعر السيت ب 3000 دينار، يجي هيك باكيت. سعر السيت ب 3000 دينار أربعة. هنا عندنا المطارة الزجاج متوفرة بعدة أشكال، هذا يحافظ بها على مي الطفل غيره، مطارة شيء كلش حلو بسعر 1000 دينار. سيت فناجين، إي هذا هنا سيت فناجين سياحي، يجي ست فناجين وست ماعين، هذا سعر السيت ب 3000 دينار، سيت فناجين سياحي سعر السيت ب 3000 دينار. سيت استكان ست قطع ذهبي، هذا يجي باعه محزن منه ذهبي، سعر السيت ب 1500 دينار. طبلة اطفال هاي حديد تجي تطبق، شوفوا لي اياها، بها عدة نقشات، سعر القطعة ب 3000 دينار، هاي الطبلة مال اطفال، شوف هاي طبقت حديد، شيء كلش حلو واصلية، هاي مو من ذني العاديات، سعرها ب 3000 دينار. هنا عندنا خلاط صناعي، اليوم اجى شكل جديد، يجي هو والطاحونة مالته. هذا الشكل الجديد اليوم متوفر، يجي هو والطاحونة مالته. باعوا خلاط هو والطاحونة مالته، سعره ب 24000 دينار، خلاط وطاحونة. هذا شكل جديد. سيت قوالب مال كيك ابو القفل، يجي سيت ثلاث قطع سعره 5000 دينار، هذا يجي تيفال ابو القفل، باعوا لي هاي باكيته سيت ثلاث قطع ب 5000 دينار.
هذا الباكيت مالته. سيت 3 قطع 5000 دينار. سيت جداري هنا عندنا الجرانيت الثقيل، هسه احنا قبل شوي شفتكم الخفيف ابو 14، هذا هنا عندنا ثقيلها من 3 جدار وتبسي، هذا سعر السيت 22000 دينار. هاي هنا عندنا زاوية حمام ل 360 باعوها ل 320 اللي تندق من السقف للقاع، اليوم توفرت بسعر 10000 دينار. الكوشات اليوم توفرت باشكال جديده وسعر القطعه ب 2000 دينار، باعوا لي اشكالها كلش هواي بها اشكال، سعر القطعه ب 2000 دينار. طلع لي بس قطعه واحده هسه، خلي شوفوا لي شكلها لان تخبطت هنا هسه، هاي باعوا هاي شكلها، سعر القطعه ب 2000 دينار. ماسحه موف اليوم توفرت سعرها ب 2000 دينار، هاي الماسحه الموف توفرت سعرها ب 2000 دينار. ماسحه معصاره سعرها ب 3000 دينار، هاي ماسحه معصاره شوف هاي تحصر نفسها سعرها 3000 دينار. سفرة اليوم توفرت سعر القطعة ب 500 دينار، هاي تجي 50 متر سعر القطعة ب 500 دينار وبها عدة ألوان. هنا عندنا الشفقات هاي كلها على 500 دينار، تشكيل الشفقات سعر القطعة ب 500 دينار. هاولي أشكال بها كلش هواي. سعر القطعة ب 500 دينار، كلش هواي بهن أشكال. هنا عندنا الحافظة الشفافة سعر القطعة ب 500 دينار، هاي الحافظة الشفافة التركية مال البهارات مال البقوليات، سعر القطعة ب 500 دينار. هنا عندنا سلة مال البصل او مال بوتيتا، هذا هاي تجي 3 طوابق 8000 دينار. مكاين حلاقه 10 قطع ب 1000 دينار. تعال شوف من الفرشه ام الثانيه وينها، اي هاي هاي شوفوا لي هاي الفرشه سعرها ب 8000 دينار. تجي فرشه نفرين ويا زوج جم، شوفوا لي هاي ايش تجي شكل، هاي سعرها ب 8000 دينار. اعطيني المعينه، شوفني المعينه مال مسح، هاي المعينه مال مسح، شوفوا لي المعينه مال مسح ب 6000 دينار، المعينه مال مسح ب 6000 دينار. انا اجواء انواع الاجواء كلها على 500 دينار، عندكم هذا الاكسسوار كلها على 500 دينار، عندنا هنا الاظافر والرموش وغيرها هاي كلها على 1000 دينار، قوالب كريش متوفره ب 1000 و2000 و3000 دينار، هذا الخشب الكبير بثلاثه، الصغير ب 2000 والبلاستيك الانواع مالته كلها على 1000 دينار، شيابق سعره 1000 دينار، مفرش عجين سيليكون سعره 2000 دينار، هذا مفرش عجين سيليكون حراري يدخل حتى فرن مايكروويف سعره ب 2000 دينار، منخل خشب سعره ب 1000 دينار. فاتحه مال عجين الخشب وينها؟ اي هاي الفاتحه مال عجين الخشب، باعوا لي هاي تفتح العجين سعرها ب 2000 دينار، وعندنا بعد ان شاء الله كل شيء هواي شغلات عروض خاصه. هاي عندنا هاي مال سمبوسه وبورك، شوفوا لي هاي مال سمبوسه وبورك، هاي هنا تخلى السمبوسه كامله بس الدوسيه راح تنزلش كامله، سعرها ب 5000 دينار، هاي الخفاقه اليدويه